جو اهتمامك انت والاخت ديالك في العائله، كاين غير انت والاخت بالنسبه للاخوان ولا كاين اخوان واحد لكن اخرين؟ غير انا واختي. اذا كيفاش حتى سميتم انتم بجوج بالموسيقى؟ واش هي ورثينها او لا موهبه جاتكم؟ اوكي، بالنسبه عندي الاب ديالي استاذ ديال الفنون التشكيليه، نعم، الام ديالي تلميذه ديالو، نعم، كانت تلميذه ديالو من الدراسه، يعني حتى هما بجوج مشاو في مجال ديال الفن التشكيلي. انا مشيت بعيد على المجال الفن التشكيلي، مشيت خديت الموسيقى. نعم، اذا عائليا يعني فوالا، هو كاين واحد الجو فني في الدار فوالا، ولكن هما عندهم فن تشكيلي ولكن احنا الموسيقى، والاخت ديالي تبعتني في الموسيقى. نعم، واختياركم للالات كيفاش حتى اخترتي انت اله البيانو والاخت اله الكمان؟ فوالا، يعني البيانو انا في السن فاش اختاريت فيه البيانو ما شعرتش بنفسي، حتى كنت درست نقرا البيانو، ما عرفتش واش داك الحب اللي كان عندي ديال ديك الاله ما حسيتش بيه، وكان في ديك السن كنت صغير بزاف. وبالنسبه للاخت ديالي، يعني كانت الفكره ديالي انها دير فيولون، كانت فكرة ديالي وهي رحبات بالفكره ديالي. اذا انت اللي شجعتيها انها دير الفيولون. والفكره ديال تكوين هذه المجموعه كيفاش جاتكم انتم بجوج؟ يعني كان ديك الساعه كنت نغيبيتي مع واحد الاوركستر، كان عندي واحد الاوركستر، كان تقريبا عندي شي 25 عازف، كان لي فيولون، كان لي فيولونسيل، لي كونتر باس، كان بزاف ديال العازفين. كنت ديت معايا الاخت ديالي وتحضر للريبيتيسيون، وديت معايا الفيولون ديالي، كان ديك الساعه عندها بروميير اني فيولون، يعني هي هذيك طرح عليا لو شاف داتاك ديال بروميير فيولون، طرح عليا انها تدخل يعني تعزف معنا، يعني واخا تخطئ ولكن هي راه وصلت لي فيولون، يعني هادي تحك. يعني حتى تيتفاجئوا بانها تتعزف احسن من شي وحدين كانوا في الاوركستر، تفاجئنا من تما كلنا، كان بدات تخدم معنا، يعني ولات عنصر اساسي في الاوركستر. يعني ديك الساعه من داك المنطلق، يعني وليت تنكتب لها لي موكسو، تنوزع لي موكسو، كنعطيها تحفظ. حتى انطلقنا وقلنا حنا ما حدنا في دار وحده، ديما اون ريبيتيسيون، دونك علاش ما نخرجوش بواحد النتيجه؟ اذا بقيتوا انتم في كثنائي بجوج، ما حاولتوش توسعوا المجموعه؟ مؤخرا زدنا في المجموعه ديالنا، ولات تتكون ثلاثه الاشخاص، يعني زدنا بيركسيونيست ايقاع. فوالا، يعني كنلعبوا ايقاع، ما بغيناش ندخلوا المجموعه ديالنا ايقاع اللي هو تري فور بحال لا باتري ولا شي حاجه، دخلنا بيركسيون فيها لي كونغاس بحال ريتم، دي ريتم لاتينو، دي ريتم بحال هكا، ولكن كتعتمد على ايقاعات مغربيه. ايقاعات مغربيه، ايقاعات مغربيه فوالا. وحتى لي كومبوزيسيون ديالي، يعني ممكن نقولوا بهذا المصطلح بلديين، بحال يعني مغربيين. مغربيين، نعم فوالا. يعني حيت فاش كتلاقى مع ناس اوروبيين، يعني واخا تلعب لهم بيتهوفن، ولكن كيحسوش بك على انك اللي دخلتي للموسيقى المغربيه. فوالا، خاصهم يعرفوك شكون انت. فوالا، جواد، غنخليو المشاهدين مع قطعه موسيقيه من اداء الثنائي ديالكم. مشاهدينا، نخليكم مع مجموعه كروش دوغ.